بسم الله الرحمن الرحيم. إذن سنقوم الآن بإجراء مقارنة بين فتح الباري وبين عمدة القاري. فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، عمدة القاري للحافظ بدر الدين العيني. كما تعلمون وكما قلنا، لأنه سار جدل طويل بين هذا حول هذين الكتابين، هذا مأخوذ من هذا من عكس إلى آخر هذا الكلام. عندنا هنا، أنا عندي دراسة وهي هنا للباحث صالح يوسف معتوق، اللي هي دراسة بعنوان أو رسالة علمية بعنوان بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث لصالح معتوق. الآن هنا في الصفحة 216 آليا، والصفحة 225 بالترتيب العادي، يقول هنا يعقد عنوان وهو مزايا عمدة القاري على فتح الباري، ثم يعقد عنوان آخر يقول مزايا فتح الباري على عمدة القاري، ثم يتكلم في فصل آخر أو في عنوان آخر عن أنه هل عمدة القاري هو مسروق من فتح الباري. نأخذ أولا مزايا عمدة القاري على فتح الباري. يقول هنا هذا وقد أثار عمدة القاري حوله ضجة كبيرة منذ تأليفه إلى يومنا هذا، ومع إكبار الجميع للكتاب وثنائهم عليه، وأول من أثار هذه الضجة ابن حجر العسقلاني مؤلف فتح الباري في شرح صحيح البخاري، فإنه أنهى تأليف كتابه في رجب سنة 842، وكان قد شرع في تأليفه سنة 817، يعني استغرق في تأليفه حسب هذا التاريخ 25 سنة. هذا بالنسبة لفتح الباري. وكتاب عمدة القاري أوسع في الشرح والتحليل من الفتح، يعني من فتح الباري. فمثلا شرح حديث هرقل مع أبي سفيان شغل من عمدة القاري من الصفحة 77 إلى 101 من الجزء الأول، يعني أخذ تقريبا 24 صفحة فقط لشرح حديث هرقل هذا. بينما شغل، طبعا هذا حديث هرقل في أول الكتاب في أول صحيح البخاري، بينما شغل من الفتح من فتح الباري من الصفحة 31 إلى 45 من الجزء الأول. يعني إذا أجرينا حساب هكذا، معنى ذلك أنه في عمدة القاري استغرق شرح حديث هرقل 24 صفحة، في فتح الباري استغرق 14 صفحة، لأنه هنا يقول من 31 إلى 45. مع العلم بأن صفحة العمدة، يعني صفحة عمدة القاري، عم تكلم هو على الطبعة القديمة، صفحة العمدة أكبر من صفحة الفتح، يعني صفحة عمدة القاري أكبر من صفحة الفتح، من صفحة فتح الباري فعلا، لأنه هي الطبعة القديمة لفتح لعمدة القاري، أنا وجدتها في المكتبات صفحة كبيرة من قطع الكبير بالنسبة لعمدة القاري. الآن صفوه بدار الكتب العلمية وغيرها صف طبعا رديء، هذا لا يتكلم عنه هنا المؤلف، يتكلم عن الطبعة القديمة. وشرح الباب الأول من كتاب الإيمان شغل 16 صفحة من العمدة، من 101 إلى 117 من الجزء الأول، ومن الفتح 4 صفحات من صفحة 45 إلى صفحة 49. ثم يقول وينتهي الجزء الأول، انتبهوا، والآن أول شيء قارن شرح حديث بحديث كم استغرق
حديث هرقل استغرق 25 صفحة، حديث في عمدة القارئ، حديث عند فتح الباري استغرق 14 صفحة. ثم قارن الباب الأول من الإيمان من كتاب عمدة القارئ مع نفس الباب من فتح الباري، فوجد أنه الباب الأول في عمدة القارئ، باب الأول من الإيمان، شغل أخذ 16 صفحة من عمدة القارئ، بينما أخذ 4 صفحات فقط من فتح الباري. فهنا طبعا المؤلف يقارن بالكمية وبالصفحات، يعني عدد صفحات، حتى يبين أنه هذا أوسع شرحا من هذا. ثم يقول: وينتهي الجزء الأول من عمدة القارئ بنهاية كتاب الإيمان في 326 صفحة. هذا بالنسبة للجزء الأول من عمدة القارئ، بينما ينتهي كتاب الإيمان في فتح الباري في الصفحة 107، بينما ينتهي كتاب الإيمان فتح الباري في الصفحة 137 من الجزء الأول، ويقابل الجزء الأول من الفتح والذي يضم 595 صفحة أربعة أجزاء من عمدة القارئ مجموعة 1256 صفحة. نعود إلى الكلام هنا، يعني هذا الكلام هنا يقوله: وينتهي الجزء الأول من عمدة القارئ بنهاية كتاب الإيمان في صفحة 326، بينما ينتهي كتاب الإيمان في فتح الباري صفحة 137 من الجزء الأول. هذا الكلام يعني هذا الكلام نريكم إياه من الكتب، هذه المكتبة الشاملة هنا. هلا هذا هنا كتاب فتح الباري، هذا فتح الباري هنا. كتاب الإيمان هذا يبدأ من الجزء الأول هنا، كتاب الإيمان يبدأ من هنا. هو ينتهي هذا، يعني سينتهي يبدأ من هذه الصفحة إلى الصفحة 140، إلى الصفحة 140 هنا. لو فتحنا على المطبوع، هذا كتاب الإيمان، انتهى هنا كتاب الإيمان وبدأ كتاب العلم. هذا هنا كتاب العلم، وهنا آخر كتاب الإيمان صفحة. طبعا هنا نحن بالصفحة 140، والباحث يقول هنا أنه ينتهي بصفحة 137. هذا صحيح، لأنه الكتاب هذا هو كتاب فتح الباري، هذا الجزء الأول، فالأول ثلاث صفحات هنا هذا العنوان، والثانية هذا التصويبات، وهذه مقدمة للشيخ ابن باز هنا. فهذه 4 صفحات هنا بدأ الكتاب، يعني فتقدير الكاتب هنا صحيح. هذا بالنسبة لفتح الباري، يعني ينتهي كتاب الإيمان في الصفحة 137. تعالوا لنرى الآن كتاب أين ينتهي كتاب الإيمان من عمدة القارئ. هلا هذا عمدة القارئ هنا، هلأ هذه هنا نحن عندنا طبعتان، لعمدة القارئ كما قلنا. الطبعة القديمة الصفحة تكون الصفحة فيها كبيرة، وهذه طبعة يعني مصورة في دار التراث في بيروت، والطبعة الأخرى التي صفتها دار الكتب العلمية. أنا عندي الاثنتين بحمد الله، لكن الطبعة القديمة، هلا هذه الطبعة التي تكلم عنها المؤلف، انه هذه الطبعة الورقة فيها اكبر من ورقة الصفحة، فيها اكبر من صفحة. هنا يتكلم يقول: علما بان صفحة العمدة عمدة القارئ اكبر من صفحة الفتح، من صفحة فتح الباري. يتكلم هنا عن هذه الطبعة، طبعة هذه مصورة بدار احياء التراث العربي بيروت، هذه 25 جزء 12 مجلد. لأن هنا الجزء الكتاب الإيمان يبدأ من هنا، مثلا يبدأ من أول الكتاب. طبعا كتاب الإيمان لنفترض هو يبدأ من هنا، طبعا هو قبل كتاب الإيمان يوجد بدء الوحي وما إلى ذلك، لكن لنفترض أنه بدأ من هنا. سينتهي الآن
في آخر سينتهي الآن هنا في الصفحة، هذا صفحة 326 ينتهي كتاب الإيمان، يبدأ كتاب العلم. إذن استغرق كتاب الإيمان والذي قبله كتاب بدء الوحي في فتح الباري، استغرق كتاب الإيمان وكتاب بدء الوحي من فتح الباري 137 صفحة. في عمدة القارئ استغرق، أخذ 326 صفحة كما هنا. هذا من القطع الكبير. لو رجعنا إلى الطبعة الأخرى، طبعة دار الكتب العلمية لعمدة القارئ، لوجدنا أنه لما صفوه من جديد عدد الصفحات صارت أكبر. فعندي أنا هنا طبعة عمدة القارئ، الطبعة الأخرى هذه التي صفوها بدار الكتب العلمية، هذه هنا بتحقيق عبد الله محمود، هذا هنا ينتهي كتاب الإيمان هنا في عند هذه الكلمة، هذا آخر كتاب الإيمان يبدأ هنا، انتهى. يبدأ بعد ذلك كتاب العلم في الجزء الثاني، مجلد في الجزء الثاني، أو هذا كتاب العلم هنا بدأ في الجزء الثاني. لكن كم أخذ كتاب الإيمان والذي قبله؟ كم أخذ؟ 505 صفحات. هذا كله، هذا هنا كتاب الإيمان من كتاب عمدة القاري. إذن كتاب الإيمان وبدء الوحي أخذوا من فتح الباري 137 صفحة، من عمدة القاري في الطبعة القديمة ذات الصفحات الكبيرة والطويلة أخذت 326 صفحة، في طبعة دار الكتب العلمية لعمدة القاري أخذ كتاب الإيمان والذي قبله كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان أخذ من عمدة القاري، أخذ 505 صفحات. وبذلك يثبت ما قاله الباحث من أنه فتح عمدة القاري أوسع شرحا، على الأقل بالنسبة لهذه الأبواب وهذه الحديث التي ذكرنا، مثل حديث هرقل وغيره. ثم يقول الباحث هنا، ويقابل الجزء الأول من الفتح، يعني من فتح الباري والذي يضم 595 صفحة، أربعة أجزاء من عمدة القاري مجموعها 1256 صفحة. هلأ هذا هنا فتح الباري، الجزء الأول ينتهي بهذه الصفحة، هذا هو الجزء الأول ينتهي بهذه الصفحة، يعني عندنا نحن انتهى الجزء الأول، ينتهي بهذا العنوان، قوله باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، ينتهي هنا. لكن كم استغرق الآن؟ يعني من كل هذه الأبواب إلى هنا استغرقت في فتح الباري، أخذت 594 صفحة. تعالوا لنرجع لعمدة القاري الطبعة القديمة التي هي صفحاتها طويلة. أنا للأسف ليس عندي على الكمبيوتر، ليس عندي الطبعة القديمة مصورة، إنما عندي الطبعة الرقمية. وهنا هذه عمدة القاري، هذه الطبعة القديمة، طبعة دار التراث التي صفحاتها طويلة، هنا ينتهي الباب الذي انتهى عنده ابن حجر في الجزء الأول في فتح الباري، هذا هو الباب، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، هذا هو نفس الباب الذي انتهى عنده فتح الباري الحافظ ابن حجر في فتح الباري، هنا انتهى. لكن هناك انتهى في الصفحة 534 تقريبا أو كذا. هنا كم الصفحة؟ هناك انتهى في آخر الجزء الأول، استغرق كل الجزء الأول من فتح الباري حوالي 530 أو 34 صفحة. هنا تعالوا ننظر للترقيم، هنا انتهى هذا العنوان، هذا العنوان يقع في المجلد الرابع أو الجزء الرابع الصفحة 306. هذا بالنسبة للصفحات الطويلة. الصفحات الطبعة الأخرى في دار الكتب العلمية لعمدة القاري سنجد أن العنوان، هذا العنوان يوجد بعد ذلك كثير. فهذه هنا الطبعة
الجديدة طبع إدارة الكتب العلمية نفس الباب هنا نجد أنه هو يقع في الصفحة في المجلد الرابع صفحة 447، وهذه لفت دخلنا على المطبوع. هذا هو باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. هذا نحن هنا في المجلد الرابع في الجزء الرابع هذا هنا. فعندنا أربعة أجزاء استغرقت، وبذلك يكون ثبت ما قاله، يعني تحققنا مما قاله المؤلف هنا أن الجزء الأول في فتح الباري أو المجلد الأول في فتح الباري أخذ أربعة أجزاء لنفس المادة أو نفس الأحاديث التي شرحها كلا الشيخين. يعني فتح الباري الحافظ ابن حجر فتح الباري شرح من أول البخاري إلى باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، أخذ مجلد واحد 530 صفحة. نفس هذه الكمية شرحها العيني في عمدة القارئ أخذت أربع أو خمس أجزاء. فهذا يوضح ما قال هنا المؤلف صالح معتوق أنه مادة أن عمدة القارئ أوسع وأسهب في البيان والشرح. ثم يقول هنا وعدد صفحات عمدة القارئ بأجزاء 25 7631 صفحة، وعدد صفحات فتح الباري عدد المقدمة 7515 صفحة. هو طبعا هذا هنا يتكلم عن الطبعة القديمة، لذلك هنا يقول وإذا علمنا أن صفحة العمدة أكبر، صفحة عمدة القارئ أكبر من صفحة الفتح، استطعنا أن نقول بأن حجم عمدة القارئ يزيد على حجم فتح الباري بنحو ربعه، يعني أنه وأدوا مرة وربع. ثم يقول طبعا هو هنا يتكلم كما قلنا عن عمدة الباري، عمدة القارئ الطبعة القديمة. أما طبعة دار الكتب العلمية هذه فهي عندي أنا هنا في 25 مجلد، وطبعا يتفاوت كل مجلد. مثلا عندنا هنا هذا المجلد الأخير، مثلا هذا المجلد الأخير في 310 صفحات، المجلد الثالث عشر في 440 صفحة، ورأينا هنا المجلد هذا يقع في 453 صفحة. فلو جمعنا ال 25 جزء ربما يعني يصل إلى 10,000 صفحة أو ما إلى ذلك، لا أعرف أنا بالضبط، لكن تحتاج إلى حساب، لكن يتعدى يعني 7,000، ما يمكن إلى 10,000 كما قلنا أو أكثر أو أقل بقليل لا أعرف. ثم يقول هنا هذه المقارنة من حيث الحجم، أما من حيث الموضوع والمضمون فهناك أحاديث كثيرة أشبه العين شرحا أكثر من ابن حجر، كما أن هناك أحاديث اعتنى بها ابن حجر أكثر من العين، كما أن في العمدة تعقبات على ابن حجر مفيدة، وسأذكر بعض مزايا عمدة القارئ على الفتح هنا. ثم يورد هذه المزايا واحدة.